إما سوقف باور أنا يا أو وان فهمة حتوقف لها على إنجليش وان فهمة حتان فيلن داونا وان فهمة لكن مركز سلاح لكو حضل ماكو حال لكر سوى حنقل ما إلا يسعبتمو فاينالي وان سمينيا وحاجة شيء كنا ما تسيد أنكوا برتوا اللغة الإنجليش كا سيد أنكوا برتوا اللغة الإنجليش كا أن وامح وحيابي كعبينا برتوا أن سيد بقى عادي قن أتكوا برا كرتا عادي قن حتى إسكولو قلين سيد بقى عادسكوا برا كرتا إسكا كليجا وامح وحيابا كعبنايا وحاسي أوردن أوكي أن لقي يابا لقي يابا حتى ما الحاجة وحكو ترى حتى توقف اللغة الإنجليش كا أن ولي برا حتى ما الحاجة وحكو ترى أو وقت بيجو قاندون تا إنا برتو لغة إنجليش كوي عدك تهاي أودو يلما إنا برتو حتى دن أودو يشا إنا برتو أود وما يلن دون إنا أقو حال دو سيدي أقو حالان دادك أودا شاي آن وحاسي أودا ممد حاكو ترى لغا يابا كسار هادا أني آن برتي أنو أبرن كرسا مكا مسكح في عني لغا يابا دا بيجا مسكح في عن كومان عن دلن لغة إنجليش كوا أبا هنا ما برتش دور سنو كور أود وما لحينا كوال إنجليش ما أنتنا ما كو حالا وحوقه so هذاني عم برتاد نوبرن كرسا so رجوكو بلاو فيديو جن واسمين كرسا so قادة شا so قادة بوجي قلين and وان شيء كستنينا okay so وحنكو بلاو بفيديو جن إنن كشيء كيو education background كيكي سيدا بحكو سو برتاي سكولة دان كو سو برتاي واح سيدا سكولة هاي سنو and سيدا كلا أدو وقتين إن إلى وليجي أنا إنجليش كي بعانو في عنن so سيدا دي سنة وحبرشة دي جوهر سيدا وحنكو ليجين شري Somali waxaan dhigan jiray school dowli secondary ga waxaan galay school ah private waxaan ku dhigan jiray english waan xasuustaa maadada igu horeysa ii soo gashay waxay ahayd chemistry waxa ku jirtay kelmadda substance ma oran kareen substance ma oran kareen dawaan xasuustaa haafada markani miday I was like madaaso sidee baan aan u dhigan karaa school english ku baxayaa aniga sideedii sano wax barashada Soomaali ku soo dhigani sidee baa leeyga baahina casharanta iskuulka aan fahmo aan qoro aan akhriyo aan xifdiyo imtixaanka aan galo tusha aan ka qoro hadiiba aanan ku hadli kareen hadiiba aanan ku dhawaaqi kareen kelmadaha oo la idigaayo modern kare sabistanis aan dem walaalahay ku qosliy aan dabay like was kala qabsan doonta so after this any secondary way damaadeen run ahaantina waa la qabsaday ingiriiskayguna wuu fiicnaaday wuxuu fiicnaaday heer aan امتحان كا أذاجهاي عشر كيسكول كا أفهمه أنقري كرو أنا خرين كرو أنا حفتي كرو سبستني سنة أنا أورن كرو مو في عنانين لكن هير عن فيلن داون كرو بلا ترجمات أنا فهمي كرو أما بوق إنجليش أنا خرين كرو أنا فهمي كرو أما بأنكو حالي كرو سجندري أمريكان دمي لابد يكون شنو تومن كي مركزي بانكو أنصرينا برتو لغة إنجليش كأوس لايك خلاص شنو شام عيد بانقونا يا وأبا هنا هنا برتو لغة إنجليش كا كل عدام ولا شقينا يا ما قرينا ويا عن أني يستين عدام ولا شقين دون باوس لايك وين اللغة الإنجليش كان برتو وين الإنجليش كي كان فيعنا يو ما دعسوا إنن شهادة كان معلل عن قاتو إنجليش أنا كوالي كرينين ما قرح بنا مركز أنا بلا بعد بس صعدالك آخ خلاص واحد اللي قاعد حليا إنه قني برتش شيء جوه ريا إعتينا سميسيد سيدا إنجليش كاو وفيعنا ذو وحويان إنفيرمنت كاجا وبدل إنجليش كاديك انجليش وبادي انجليش محانك وضع موحانك لايه اودو في يوكي مايا امين اودو فادا دوني سيد لكي وحانك وضع واحكاستو كوغو حيران ها حادان انجليش بوك باد اخرين سا انجليش فيلي باد داوان سا انجليش مسلسل باد داوان سا انجليش هاس باديك سن سا هاديك سن لايك انجليش كوبد عكتها داوان سا اربطوا احزمتكم احموا شباككم كوبد عكتكم في عد انجليش عربي كوفي عنتاي واحد اخرين سا جرايد انجليش واحد اقسين سا اذا عاد انجليش وحكستو اد كونسيوم جريني سيد انجليش وان قصلا مركو قف اي راهضو او بحد دونين برسل وقت انجليش كا لكن اي داوان اي مسلسل عربية اي دي قسين هيسا سومالي اي اخرين اي سومالي قور ما مركا دون سين انجليش كما دحا اقلو هبين كي مركا سيحتي مدعسو لك like, حسابتو اسمي حرسو مسكح هذا لك like, وحيد ديقه هاقا قلا او انده هاقا كاركتي انبا افكاك سوى بحايا صح so ومهيم مهيم مهيم in environment كاما وحيابا at consume غرينيسي لك like, ديقه هاقا قليا انده هاقا قليا ايا هذا انجليش ومحيادا وفايدكو جرت in environment كاقو وبنا ده انجليش سيدي بي كاقا عاوانا سين وحبرت سؤال سو مالي قسين كبرنا انبيدي سايقور ما الوقتي هو يدي ماد أوجينا الوقت دي هو إذا تهم مركز برتة كلمة دي أجوهر الصومالية. سيدي بكو برتة الصومالية.
Soomaaligu waxaan ku baranay waayo wax kasto xariirahiin ka dhacay like wixii ugu horeeyay aan maqlayn wixii ugu badnay maqlayn wixii kaliya tii aan maqlayn waxa Soomaali hooyada Soomaali bay ku hadlaysaa abaha Soomaali bay ku hadlayaa walaalaha Soomaali bay ku hadlayaan jaarkiin Soomaali bay ku hadlayaa wax kasto aad maqashid oo Soomaali and then you can't help but speak Somali sah wasa sokale adaba wax yaban samayn jiray waxa kamid ah markaas aan bilaabay English ka barto degeesi farbal ma samayn jiray jaamacada markan tagayo jaamacad waxay jirtay masafad ah hal saac habeen imada ayaa waxaan la soo degi jiray TED Talks ama any topic from YouTube waxaan la soo degi jiray ila 4 topic ila 5 topic ma soo doolan garestay inta jaamacada aan ku soo socdo dhan waan dhigisanayaa marka aan ka soo socdo waan dhigisanayaa markastoon qabanay shaqo caajisa waan dhigisanayaa ilaa imika waan sameeyaa laakiin waxaan ka mid ahay nooca dadka dhigaysta markasta wax markastoon qabanay shaqo caajisa ama like ha haatina weelka xalayo ina lugaynaayo ina baskan saarana ina wax sugaayo waan dhigista so marka aan dhigisanay waxa aan dhigisanay wuxuu ahaa wax like cilmi oo leh ama like faa'iido leh oo aan wax ka faa'iideeyo ama wuxuu ahaa qof ka sheekeynaya experiment u sameeyay ama qof ka sheekeynay experience u soo maray ama education laba wuxuu wax ima weelinaya waqtiga dhaafinaya sax saddex waxa maskaxdeeda aan ku carbinayay ama aan ku toobaray inay la qabsato Englishka inay la qabsato speedka Englishka lagu hadlay inay la qabsato accentka Englishka lagu hadlay inaan just maskaxdeeda u expose kareyo English fara badan so saddex shay buu bandhigax ku dilay speaking of speed khaladka ugu farax badan ee aan sameeyno aniguna bari aan sameeyo dadka badan kuguna ay sameeyaan waxa weeyaan inay school english ay galaan lix bilood ah ay filayaan lix bilood ka dib inay haanayaan British people bemba imisa qof ayaa school u galay si english u bartaan soo qaatay shahaadad hata shahaadadu waa A laakiin schoolka marka dhameystay lix bilood ka dib weli awood ma lihid inaad ku hadashid English ama inaad ugu hadashid sidii aad moodisay inaad ugu hadli doontid marka iskuulkaasi uu dhamaado maad garanaysaa mushkiladda mushkiladdu waxa weeyaan marka imika iskuul aad gashid dadka iskuulka kuu dhigaya ama ha ahaado qof Soomaali oo Englishka ku fiican ama ha ahaado qof cadaan like Englishka u dhashay labadoodu waa macalimi sax ana waxa tahay arday so madaxa waxay ku hayaan in qofkan ay u dhigayaan oo adiga ah aanad garanayn English sax so maxaa dhacaya tartiib tartiib ay kula hadlayaan ayir ayir bay kula hadlayaan kelmadaha si safeexay u oranayaan way kula saairayaan lix bilood oo dhan idan khalas riya laafka usoo baxday riya laafka ma lagula saairaya ayir ayir baa lagula hadlayaa tusaale imika soo qaad waxda tebaraafid kalabti sax English ka soo baranaysa good waa tagtay waa lagu baray Englishkii tartiib tartiib baa lagu soo baray waa lagula saairayaa maqribkii guriga baad ku soo noqotay waxaad aragtay aabahay oo daawanaya BBC-da Englishka waxaad tiri ma fahmayo laakiin waa fahmaysa macallimintaada ha laakiin BBC-da ma fahmaysa Englishka ha waayo BBC-da Englishka dadka akhbaarta sheegaya they don't care in English at taqaanid in kale ma kula saairayaa tartiib tartiib ma jirto sah so iskuulku ma biinu ku baro heerarka Englishka laga yaabo inuu ku baro waxyaabaha qaar laakiin maaha effective because muddo kooban baad dhiganaysaa ama muddada kooban aniga waa aragtideeda okay aniga waa aragtideeda Englishka marka aad u aspirisid iska aad u baranisid okay bila iskuul bila badiq waxa sameynaysa dhegaysi fara badan sameyn dhegaysi fara badan waxa la wuxuu doonaa haa waxa dhegaysanaysaa badigis farabadan samee kulama degis farabadan asameestid kulama alaqabti misid speedkay ku hadlayaan kulama ad brinisid accentkay ku hadlayaan kulama ad brinisid sida kelmadaha loogu dhawaaqayo kulama ad english farabadan ad awood u yeelanisid inaad ku hadashid markan kulay degis farabadan samee ha degisanin dadka sheekeynaya sideeba luqad u baran kartaa degiso dadka sheekeynaya any topic ad hiseesid kubad cagta hiseesa kubada cagta oo discussion lagu sameynayo ama debate lagu sameynayo laakiin English ah dhegeyso laba akhris farabadan samee buugaag English ah akhri grammar ka dhana la sheego waan ku guul dareystay inaan fasalka dhexdiisa ku barto waan ku guul dareystay si kasta had has been being could would should
وان قرن واي ويقو عدكين ولي قوي قو عدكين آخر اسكا مركان بلابي آخر اسكا بوقات إنجليش كينا نخري أيان قرامر كان دين عنكو دحبرتي عنكو برتي سيدي سنتيسيس كو أسوقو حرمان قرامر كو حي هاي واما حي ود واما حي شود واما حي كود بوقات عنكو دحبرتي سو آخر اسفر بدن سمي أن لغا يابينا تلادي أو لايك إنجليش كيك مفعين أسو سيدي بان واخرين كرا بوقات واحد جرى بوقات قران إنجليش فضود تاك مكتبة دا ساكشن كلوغي بي بوقات عيال كلوغو سيحيو سو يسو والله بوات عيالك لو سيحي من بوات عيالك لو اخريا ملك شيكوين كعيالك انجلش كو قري وافضيد اريدو سي واوين با لو قري بوك بو كوبن يحي وفهمي كرتا لايك بوك عاديا كوما بلا بكرتي وكا عاجس سا سو اخر سفر بدن سمين اخر سفر بدن مركز سميسيد وحبرن سا جرامركي وحبرن سا كلمه عصب وحبرن سا سيد انجلش كو لو قري وحبرن سا اخر سك انجلش بوينت بلانك بيريد رول باكرة لو استعماله لوقات كستمر كلا برناي رول كاسو حويان أمين وقرنسا لوقات مركل أمبرنا نوع محي ومحي وحيابات عينا برنو سيدا لوغو هالو صح سيدا لوغو هالا دونسا إنا برتيها ديجيس فربادن سمي ديجيس فربادن باس سمي سي سيدا لوغو هالا برنسا قرالك صح قرالك سيدكو برن كرتا إنا سمي سيد أخرس فربادن أخرس فربادن باس سمي سي قرالك برنسا أفرتاشي ينبا برنسا شاكي سدحادي أعاوي إنا برتو لوقات إنجليش وحويان إن داون شري فيلم ما فرق بدن. أمريكا فيلم داون نسيت. كود داو. سبتايتل. سو أمريكا فيلم بداون سا. سبتايتل كأمريكا أركسيت. واحد برنا سا. سيد الكلمة ده هندت كان أمريكان كأو بريتش كأو وريفا. أي كود واقعيان. سيد الصح ده لوقرو. إنجليش كوا حرامات. كلمة ده قار واحد كتيرة. letters أو محل ده ذا. حرفه. حرفه just logo طري for decoration. تصالحان. كلمة ده knife. knife. سيلو قرا كيبا قوريسا كيدي ميدي مركل غورا واقيو مجرتو سو قفا كورني جي ميدا نايف ادو حداس لايك وات نايف لاغي ابين ادو قاد مركات اسو برنسي كلمه داسيد حفتيني سي ات معلا كيدا اكو سو حفتيد سو مهم ان ديغي ستيت اند مارك ديغي سني سي واح اركتي سي لو قرايو دن حدو توله مالين كلادو طريقه اسكمريد مقلسا نايف اند حداس او اوكي فاين نايف امي كوان بارتي سيدا صح ده لو دواقه كلمه داسي سو قفكا كلمة كلمه كو دواقيا ساسو كبل ما فهمسا قالب كخيغا waxa weeyaan marka barinaysaa luqada ingliska isku dayin inaad baratid ama aad fahantid wax kasta wa ogahay hamaasad baa ku haysa ina horo baratid badonsa you are serious motivation baa haysa ba istiji tusala soo qaadan tusala ku fahmina imika waxa tiri baa buub baad akhrinaysaa sax بوكا داخلين نسيت قصب قصب كلمة دعو سباكو جرا وآنا دخورا وارك ودون سيني براتي سو واحد تري خلاص بوكا ناخرين ايه انجليش بان برانا ايه قود بوكي باساو قاتي لانكي قو هوري ايدكو عرتي كلمة دعو سب كلمة دي با علامة ديسان وحاساو قاتي نوت بو ديكشنري باساو قاتي كلمة دي با باري كلمة دي با قرتي معنى هيكي با قرتي هدي معنى اللبات ادكو عرتي ديكشنري وار رعيسي ممارك غار waxaan ku darsaa hadda kelmadda ka soo horjeeda sida loogu dhawaaqayo sida loogu dhawaaqay kale daqiiqad ama laba daqiiqo ku qaata in hal kelmad ad qortid yada iyo macnaheega iyo macnaha ka soo horjeeda iyo muurahaas and then buugaaga baa soo qaata mar labaad ad online ki dhamayn aadna waxa ka soo horbaxday kelmad kale cusub aadna buugi baa soo qaadana sawir qorista dictionary ki amsa saacaysata laga yaaba beach marka akhriyo buugaasi in already ad haysatid 20 kelmadood oo cusub sida waa lagu niyajaba waan sameeyay beri hore waan niyajabay sama takba ku qabanaya english ka wanaasa so waxa sameeyay instead hadaf digo waxa tirada maanta waxaan baranay 5 kelmadood oo english oo cusub oo kaliya ta khalas de 5 kelmadood marka qoratid wixii kali kelmad ay ka soo horbaxa iska dhaaf kelmado farabadan waxaad ku baranaysaa markay kugu soo noqdaan ama waxa ku baranaysaa like kelmado farabadan waxaan ku bartay context-ka ku jiraan one ignore kareya buugay gaska wata kelmadu way cusub tahay I don't care haddo talo waxaan ku arkaa dana soo noqonaysaa iyadoo sidii oo kale loo isticmaalayo and maybe fiin ma ka dhex maqlaya saasan ku bartay so haddii tiraadid kelmad kasto cusub oo aan qoraya macnaheega baadhaya macnaha kasoo jeedan baadhaya wan xiftiya sida loogu dhawaaqo fiinka markan daawanay boostan qabanay you will die. You will die. Stitch. قلبك كلمة مهمة وحويان.
practice. إمسو قف بأورانيا أو وان فهمة حتوق في لهلا إنجليش وان فهمة حدام في لندا وانا وان فهمة لكن مركز سلاح لكو حدل ماكو حالي كرو تطفر أبدا واي أنا دوكو حالي كريني لابس سببو دنبا أمبا أنا دوكو حالي كريني وايو إنجليش كواد قرانسا واد قرانسا حدا أنا تقرانين ما فهمتين قفك لك هادو مانتو قف تشيني سيلا هالدو ما فهميو تامين تشيني سما قرانيو صح لكن مدام أتفهمي سيكو حقفكو كو هاليو أوريدي وفهم سيلا أوريدي إنجليش كواد قرانسا وكو قدح جرا so sobto ana dugu hadli kareenin waxa way wa baqanaysa waxa ka baqanaysa in aad ku hadashid oo aad si khaldan ugu dhawaaqdid deetina aad u muuqato stupid deetina lagu qoslo so wa baqanaysa waxa ka baqanaysa in aad khald samaysid way inaka asa Soomaali waan ku qoslna haduu qof luqadeena si khaldan ugu hadlo ama haduu qof luqadeena baranay like qof Ethiopian aad u hargeysay maado oo Soomaaliga imi ka bartay like si khaldan ugu dhawaaqay waan ku qoslna and waxa daas okay fine aniga no xiligay bal gaaray ku qoslay luqada English ku ma aha aqoon so hadan khaldamo وان خلدم like مركانا am I stupid I am not stupid I'm just like I am learning لوقل عصبان برا نيا سوا قصب إن خلدمه يمكن يوغاندا مركان يمدين ما نحسن كرسوني ده أنكو هلاي واي هرجس مركان شوقي ما أنكو هلا تشري واي آخرين تشريها وان داون تشريها وان برين تشريها ما أنكو هلا تشري مايا حاجة مركان يمدي ما نحسن كرسوني ده أنكو هلاي سو محسن من تشري وان سيو عدود دارين تشري وحرين تشري هذا يمكن قف أندوني إن الله حظه أما على شيء كستم أما معلومات ويديو أما أنت المام ودي أما وحكي إبسنا أيو ما عدو دارن شري وحورن شري أو لايك إنجليش كيك ما في عنا يقرأ له لكن عندهم بلا بشر سو مركن سياحة في أفريقيا إيه أنا عدو دارت إيه أنا دي أو باي ذا وي إنجليش كيك ما في عنا then وأنا إعلامية شهل جيجا ما بقاني أنا خدم ما كبقاني بلوقفك وقصلا بلوقفك ولا يابا سدي عندهم إنجليش كانوا هلايا تحسن واحد أي عبورتي كل سوني بعبورته and then I'm like okay fine qofna kugu ma qoslay dad ku hadal inta wad ku halaysaa khalad kaga baranaysaa and waa la qabatay masaa ma fahamsa sheega labaad ee ka hortaagna waxa weeyaan waayo wali okay wali maad bilaabina ku hadashii so wa in practice as if like wa in below did in ku hadash weena maskaxda la atusid in ku hali karisid ku hadal la practice kare walaalaha walaalaha way kugu qoslayaan iska dhaaf saaxiibadaha la practice kare qof oo hada isna doonay inuu barto amma yaqaanaba la practice kare qof strangers on the internet wad wiid waxa soo dada naftada la practice kare waxaan niisan kartaa in qof kale awreysanaysid in qof kale sheekaysanaysan and then slash sheekaysadi ma marka qaar waa in isla sheekaysatay hada qof wiid ha ka xishoon in lagu saxo ha ka xishoon in khaldantid ha ka xishoon in aad u muuqatid stupid aan ha cabsani marka cabsida meesha ka saartid waxa imanaya kalsooni كرسونيد محي أبورسا إن هذا الفرابدن أسميسي هذا الكيف فرابدن محي أبوريا إن إنجليش كوفي عنات إن إنجليش كوفي عنات محي أبورسا سيها فيفديو they all وحن علامنا يا إن إنجليش كام برنا يو وأنا براكتس كرينا يا قفونو هيكو قسلي okay so حتى نصوك وبوحك استواني لي كو environment كاكو هاو بنا الإنجليش واحكا ستوى ديجسين سا إنجليش واحكا ستوى داوان سا إنجليش واحكا ستوى الأخرين سا إنجليش 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 أوكي لبا حايس كودة إنا واحكا ستوى أفانتيد إسلام مركابة نفتا دوو قلوين عير عير أبرتيد صدح practice أوكي practice makes almost perfect ماها perfect almost perfect practice makes almost perfect قلب كافران وحاويان هني يتشبن and haddii aad doonaysid inaad ugu hadashid ingiriiska sida ay ugu hadlaan dadka u dhashay degayso dadka u dhashay iyo ku hadlay english accent halka soo keymada aan ugu dambeynta wax kasto aniga waxay wixyaniga shaqeeyay haddii waxyaabaha qaraa isku diiday ku shaqeyn waayaan dambi haa dareemin katak wixii ku shaqeeya ka qaado wixii ku shaqeyn waaya katak okay have your next one bye